مشاهدينا، سلام الله عليكم، أهلا بكم في برنامج الاثنتان والخمسون، والبداية مع أبرز العناوين. قتلى في صفوف قوات مجرم الحرب خليفة حفتر، من بينهم أمير كتيبة 304 في اشتباكات بالمحور الغربي في بنغازي. رابطة أهالي مدينة بنغازي المهاجرين تدعو الأمم المتحدة إلى ضرورة فتح ممرات آمنة للعالقين في المدينة، وتدعو المؤتمر وحكومة الإنقاذ إلى تحمل مسؤوليتها. الحكم ببراءة رجلي الأعمال الليبيين معاذ الهاشمي وعادل ناصف في محكمة أمن الدولة الإماراتية بعد تأجيل للجلسة لأكثر من مرة. أهلا بكم. أفاد مصدر مطلع لقناة التناصح بإطلاق سراح رئيس المجلس العسكري الخمس مصطفى سلطان ونائبه أحمد الحوات ورئيس مصلحة الجمارك بالخمس صلاح ربيش. المصدر أكد أن هناك اتصالات لفتح الطريق الساحلي الذي قام أهالي مدينة الخمس بإغلاقه عقب اختطاف رئيس المجلس العسكري للمدينة. يذكر أن رئيس المجلس العسكري ونائبه ورئيس مصلحة الجمارك قد اختطفوا من قبل مجموعة مسلحة في منطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس بعد حضورهم لاجتماع في مصلحة الجمارك. أفاد مصدر طبي الاثنين أن خمسة من قوات حفتر بينهم أمير الكتيبة 304 قتلوا وجرح 16 آخرين بمحاور متفرقة ببنغازي. المصدر أكد أن أمير كتيبة 304 إبراهيم الصالحين الفاخري سقط قتيلا في اشتباكات المحور الغربية، وأن القتلى الآخرين لقوا مصرعهم في انفجار لغم بمحور أم بروكا. وأشار المصدر إلى وجود قيادات من قوات مجرم الحرب خليفة حفتر بين الجرحى، حالة بعضهم حرجة، وعلى رأسهم أمير محور أم بروكا حمد الفارسي حسب قوله. أكدت رابطة أهالي بنغازي المهاجرين على دعوة الأمم المتحدة بضرورة فتح ممرات آمنة للعالقين من أهالي مدينة بنغازي نتيجة العدوان على المدينة. وشجبت الرابطة في بيان الأحد مواقف من يقودون الحوارات السياسية التي قالت إنها لم تتجرأ لإصدار بيان لإدانة واستنكار جرائم الحرب التي يقودها خليفة حفتر في بنغازي. كما أكدت الرابطة في بيانها أنها ليست ضد الحوار الصحيح الصادق الذي يحقن الدماء ويحافظ على مكتسبات الثورة. هذا ودعت رابطة المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني ورئاسة الأركان العامة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث في مدينة بنغازي. صادق المؤتمر الوطني العام على تعديل 40 مواد في القانون رقم 4 لسنة 1423 ميلادية بشأن تحريم الخمر. وبحسب نص التعديل في المادة الرابعة يعاقب كل مسلم عاقل بالغ شرب الخمر قاصد ارتكاب الفعل إذ شرب خمرا خالصة أو مخلوطة عن علم واختيار بالجلد 80 جلدة وتسري عليها أحكام الجنحة. ونص التعديل في المادة السابعة بأن تثبت جريمة الخمر المنصوص عليها بالإقرار أمام السلطة القضائية ولو لمرة واحدة أو بشهادة رجلين أو بأي وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى، وتضاعف العقوبة بحسب المادة 11 إذا عاد الفاعل إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون باستثناء العقوبة الواردة في المادة الرابعة. يذكر أن المؤتمر الوطني العام شكل العام الماضي لجنة من الفقهاء والخبراء لمراجعة نصوص القانون لإقرارها بما يتوافق مع شريعة الإسلامية. أعلنت رابطة ضحايا التعذيب والإخفاء القسري بالإمارات أن محكمة أمن الدولة الإماراتية حكمت ببراءة اثنين من رجال الأعمال الليبيين المعتقلين بالإمارات. الحكم جاء بعد أن أجرت المحكمة الإماراتية محاكمة الهاشمي وناصف المعتقلين في الإمارات إلى جلسة اليوم. يشار إلى أن رجلي الأعمال الليبيين معاذ الهاشمي وعادل الناصف وجهت إليهما تهمة دعم ومساندة ثورة 17 من فبراير. وصف عضو مجلس النواب المنحل جبل التورغي البيان الأخير للمجلس الرئاسي لحكومة البعثة الأممية بالمتعجل والمتخبط. وقال التورغي في تصريح صحفي الأحد أن المجلس الرئاسي استبق الأحداث بإصداره بيان التعامل معه دون اعتماد الحكومة من البرلمان المنحل.
وأكد تورغي أن الحوار الليبي الليبي الذي يجرى بين البرلمان المنحل والمؤتمر الوطني العام وصل إلى تفاهم على حكومة برئيس ونائبين مع تعديل بعض المواد بعد التفاهم بين البرلمان المنحل والمؤتمر الوطني العام. وأشار تورغي في هذا الصدد إلى أن هذا المسار تحصل على دعم بعض الأطراف الدولية وأن أطرافا أخرى قد تدعم هذا المسار بعد نجاحه على حد قوله. هيئة صياغة الدستور تتقاذفها توجهات مناطقية وتدخلات أممية انعدام توافق بين أعضائها، حكم قضائي بشأن رئيسها ومسودة دستور أولى وأخرى منقحة لا ترضي أحدا. المزيد في سياق تقرير التالي. ليبيا في حاجة إلى دستور، شيء يعرفه الليبيون. المبعوث الأممي مارتن كوبلر يعرفه أيضا ويشدد عليه من خلال اجتماعه في تونس بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية للصياغة مشروع الدستور، وبحضور مبعوث عماني خاص بعد ترحيب السلطنة باستضافة الهيئة بعد أن ضاقت بها الأرض الليبية بما رحبت ولم تجد في أرجائها مكانا تجتمع به. نصيحة كوبلر للأعضاء المقاطعين للهيئة التي ظلت تراوح مكانها منذ ما يقرب من العامين: إن التغيير من الداخل أفضل، وينبغي على المقاطعين العودة والانخراط في أعمال الهيئة من جديد، فلا جدوى من المقاطعة. هيئة صياغة مشروع الدستور أو لجنة 60 كانت محل انتقاد منذ التئامها بالبيضاء من قبل بعض المكونات الثقافية للمجتمع الليبي، جسدها الأمازيغ والتوارق والتبو، كما طفت على السطح إشكاليات تتعلق بالمطالب الفيدرالية ووضع الشريعة في الدستور وعاصمة الدولة. تلك جملة من المشاكل التي لم تجد حلولا مع استمرار رفض التبو والطوارق والأمازيغ لمخرجات لجنة العمل وتعنت المطالبين باعتماد مدينة بنغازي عاصمة للدولة. جاءت مسودة لجنة العمل المنبثقة عن الهيئة، جاءت في نسختها الثانية كحل ترقيعي للمعضلات التي تواجه صياغة الدستور. فبدا شكل الدولة كونفدراليا بثلاثة عواصم، وهو أمر في غربي البلاد يرفضونه وفي شرقيها لا يحبذونه، أما في الجنوب المنسي فإنهم ينتظرون ما يتفق عليه فريقا الغرب والشرق. تواجه هيئة صياغة مشروع الدستور مشاكل كبيرة في التوافق بين أعضائها، خاصة مع رئيس الهيئة الذي يتهمه بعض الأعضاء بتعطيل متعمد لمشروع الدستور، مما دفع بأحد عشر عضوا من أعضائها إلى إعلان مقاطعتهم لأعمالها لأنهم لا يرون في المسودة المنقحة ما يلبي طموحات الليبيين ويجسد وحدة بلدهم. ولن يكون آخر تلك المشاكل حكم محكمة في مدينة البيضاء بإيقاف رئيس الهيئة علي الترهوني عن العمل بالهيئة لازدواج جنسيته وللاتهامات بالفساد المالي والتوجهات المناطقية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاثنين إنه لا يمكن القيام بأي عملية عسكرية في ليبيا إلا بموافقة مجلس الأمن الدولي. لافروف بعد محادثات مع نظيره التونسي في موسكو أضاف قائلا: إننا نعلم بخطط التدخل العسكري بما في ذلك التدخل في الوضع في ليبيا. وجهة نظرنا المشتركة هي أن ذلك ممكن فقط بإذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حسب ما أفادته وكالة أندرافاكس. ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن أي تفويض محتمل لعملية ضد الإرهابيين في ليبيا يجب أن يكون محددا وبوضوح بما لا يسمح بتفسيرات منحرفة أو خاطئة. تساءلت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني عما إذ كانت الحكومة البريطانية تعتزم إرسال ما يصل إلى 1000 جندي غير مقاتل إلى ليبيا في محاولة لتدريب الجيش الليبي وتكون قادرة على طرد ما يسمى بتنظيم الدولة بحسب ما صرحت به صحيفة الجارديان البريطانية. أحد أعضاء اللجنة قال إنه سيكون من المفيد تكوين فكرة جيدة على ما حدث من خطأ من التدخل الأخير في ليبيا قبل أن توافق على تدخل جديد. ومن المتوقع أن يدلي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بشهادته أمام اللجنة بعد وصف باراك أوباما له مؤخرا بأنه أصبح مشتتا وفشل في إيلاء الاهتمام الكافي للوضع في ليبيا. عقدت اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام اجتماعا الاثنين مع أعضاء الهيئة الطرابلسية وذلك لمنحهم الفرصة لعرض مبادرتهم لحل الأزمة.
وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المؤتمر الوطني العام مناقشة أعضاء الهيئة حول مبادرتهم وطرح بعض التساؤلات من أعضاء اللجنة السياسية بخصوص المبادرة، كما تم إعلامهم بأن المؤتمر الوطني العام بصدد الخروج بمبادرة مشتركة مع مجلس النواب المنحل. كما طلب أعضاء الهيئة من المؤتمر الوطني العام منحهم الإذن بالتواصل مع مختلف الأطراف لعرض مبادرتهم. وأوضح أعضاء الهيئة رغبتهم في أن يخرج المؤتمر الوطني العام وأطراف الأزمة بأكثر من مبادرة للعلن في أقرب وقت حتى يتم التباحث حول هذه المبادرات وتدارسها للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع أطياف الشعب الليبي. أجرت محكمة في طرابلس في جلسة سريعة عقدتها الأحد محكمة سعد القذافي إلى 12 من شهر أبريل المقبل، وتم إحضار سعد القذافي إلى الجلسة التي لم تستغرق سوى 5 دقائق لتقرر المحكمة سريعا تأجيل الجلسة. هذا ويحاكم سعد القذافي بتهم المشاركة في قمع ثورة 17 من فبراير، بالإضافة إلى تهمة قتل المدرب السابق لفريق الاتحاد الطرابلسي بشير الرجاني. عقد ائتلاف 17 من فبراير طرابلس لقاء موسعا مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني بالعاصمة طرابلس الأحد بفندق الودانة. اللقاء كان تحت عنوان الاجتماع الأول لوضع الآليات المقترحة للخروج من الأزمة وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، واستمر ل5 ساعات تم فيها الاستماع لمختلف وجهات النظر وطرحت عدة مبادرات للخروج من الأزمة الليبية. هذا فريق الصياغة تعيشها ليبيا قد تحمل منهجية تأسس الأزمة. طالب رئيس مجلس النواب المنحل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه في حال رغبتهم تسليم هانيبال القذافي أن يسلم للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب المنحل على حد وصفه. وأكد صالح لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري براءة هانيبال القذافي في قضية اختفاء رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى موسى الصدر. وأوضح صالح في رسالة خطية أرسلها إلى بري أن المتهم هانيبال القذافي كان طفلا عند حدوث واقعة اختفاء موسى الصدر، وأبدى صالح استعداده للتعاون المشترك بين البلدين على كشف مصير الصدر ومعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة. يذكر أن القضاء اللبناني قد أصدر منتصف شهر ديسمبر الماضي مذكرة توقيف بحق هانيبال القذافي بتهمة كتم معلومات عن قضية اختفاء موسى الصدر واثنين من مرافقيه خلال زيارتهم إلى ليبيا في 70ات القرن الماضي. الـ52 متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. كتيبة حماية مطار معيتيغا تسلم مضبوطات لمصرف ليبيا المركزي كوديعة، ومكتب النائب العام يحيل ملف القضية إلى جهاز مكافحة التهريب. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/تناصح تي في أو على twitter.com/تناصح تي في، أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح، أو يمكنكم التواصل على التليجرام تناصح تي في. أهلا بكم من جديد. سلمت كتيبة أمن وحماية مطار معيتيغا الدولي مضبوطات إلى مصرف ليبيا المركزي كوديعة بعد حجزها الأسبوع الماضي داخل طائرة تابعة لشركة الخطوط الإفريقية كانت متجهة إلى العاصمة التركية اسطنبول.
وقال مصدر بجهاز حماية مطار معيتيغا أن المضبوطات عبارة عن 1,700,000 يورو وأكثر من 500,000 دولار و333 كيلوغرامات من الذهب، مضيفا أن كتيبة حماية المطار تواصلت مع مكتب النائب العام والذي أحال بدوره ملف القضية إلى جهاز مكافحة التهريب والمخدرات بمنطقة تجراء للنظر في هذه القضية. هذا وكانت كتيبة أمن وحماية مطار معيتيغا ذكرت في صفحتها على الفيسبوك أنها ضبطت الأحد الماضي مجموعة حاولت تهريب أموال وسبائك ذهبية بعد تلقيها بلاغا من موظفين بشركة الخطوط الإفريقية. ورى جثمان الشهيد عبد المطلب عبد الله الصادق بورقيبة السبت بعد صلاة المغرب في مقبرة البومة بطريق الخدمات بمنطقة سوق الجمعة. وكان الملازم أول عبد المطلب عبد الله بورقيبة من قوة ردع الخاصة قد توفي بعد تعرضه لإصابة ليلة الجمعة أثناء عمله وملاحقته رفقة زملائه لأحد المجرمين المطلوبين والذي لاذ بالفرار داخل منطقة سكنية بعدما قام بالرماية على عناصر القوة أصيب على إثرها شهيد وفارق الحياة. تقبله الله بواسع الرحمة والمغفرة ورزق أهله جميل الصبر والسروان. قال الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة لمحور الفتاية بمدينة درنا سعد هبيل إن القوة اقتحمت مواقع عناصر تنظيم الدولة وأجبرتهم على التراجع لمواقعهم بمنطقة الفتاية. وأضاف هبيل الأحد أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من عناصر التنظيم وأسر آخرين، مؤكدا هروب عناصر التنظيم تاركين مواقعهم التي كانوا متمركزين فيها. يذكر أن ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة درنا يتمركز بمنطقة الفتاية والواقعة شرقي المدينة، وأيضا يتمركز بحي 400 بالساحل الشرقي وموقع الحجاج المطل على حي باب طبرق. أعلن المجلس العسكري المشاشية أنه لا وجود لما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة مزدة، وأن المنطقة لم تشهد أي مواجهات ضد أفراد التنظيم حسب ما نشرته أجواء نت. واتهم البيان بعض الأطراف بما وصفه محاولة استغلال الأزمة التي تشهدها البلاد لتحقيق مصالحها. وأكد مجلس المشاشية العسكري أنه يستنكر الزج باسم قبيلة المشاشية في غرفة العمليات العسكرية المشتركة والتي أعلن عنها مجلس سنتان العسكري، مؤكدا أنه لن يتعامل مع ما وصفها جهات مسلحة مشبوهة. من جهته قال الناطق باسم مجلس سنتان العسكري محمود احتويش أكد لأجواء نت وجود أفراد تابعين لما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة مزدة. طلبت غرفة العمليات الميدانية بمدينة صبراتة من العسكريين والثوار التابعين لها عدم تلقي الأوامر من أي جهة عدا الغرفة. وأوضح أمير الغرفة عمر عبد الجليل أن دور الغرفة يقتصر على محاربة الإرهاب في صبراتة وأنها ستواصل عملها لحين استقرار الأوضاع في المدينة والبلاد كافة. وأضاف عبد الجليل لأجواء نت الاثنين أن غرفة العمليات الميدانية بصبراتة لا تتبنى أي توجه سياسي. هذا وكانت غرفة العمليات الميدانية وتابعة لمجلس صبرات العسكري قد اجتمعت الأحد بالعسكريين والثوار في المدينة لمناقشة آلية عمل الغرفة خلال المدة القادمة. نفى المتحدث الرسمي باسم جهاز حرس المنشآت النفطية حالي الحسي صحة ما تم تداوله عبر وسائل الأعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات إبراهيم الجذران الأخيرة عبر إذاعة شتابيا المحلية. وأوضح الحسي في تصريح صحفي الأحد أن إبراهيم الجذران لم يدلي بأي تصريح بعد تصريحه في الخامس من شهر يناير الماضي، أي بعد المواجهة مع ما يسمى بتنظيم الدولة. يذكر أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي نقلت عن راديو جدابيا تصريحات لإبراهيم الجذران يعتذر فيها للشعب الليبي عن إغلاق الموانئ النفطية. أعلن مصرف الجمهورية أنه سيشرع في إعادة شحن بطاقات فيزا الائتمانية ابتداء من يوم الأحد. وقال مكتب الإعلام بالمصرف عبر صفحة الرسمية للمصرف أن الحد الأعلى لإعادة شحن البطاقة سيكون 4,000 دولار سنويا، فيما يبلغ الحد الأدنى 500 دولار للبطاقة الواحدة.
وأوضح المكتب أن قيمة السحب اليومي من البطاقة نقدا سيكون 200 دولار، وأنه يمكن للعميل شراء ما قيمته 1500 دولار عن طريق البطاقة في اليوم الواحد، وبما قيمته 2500 دولار أسبوعيا. قال مدير إدارة مصرف الجمهورية فروع منطقة جبل نفوسة أن فروع المصرف كافة في منطقة الجبل من غريان إلى شويرف تعاني منذ فترة طويلة من نقص حاد في السيولة المالية. وأوضح مدير إدارة الفروع أن الإدارة العامة خصصت مبلغ 5 ملايين دينار ليبي لعدد 21 فرعا مصرفيا في منطقة الجبل بالكامل، مشيرا إلى أن هذا المبلغ غير كاف ويتسبب في خلق ازدحام شديد على هذه المصارف ويزيد المشكلة تعقيدا. أكدت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب طرابلس أن عملية تجهيز جواز السفر وطباعته لدى فروع الجوازات وأقسامها لا تستغرق أكثر من 3 أيام. وأوضحت المصلحة أن الحالات الطارئة والمستعجلة يتم التنسيق فيها مع مندوبي الفرح لإتمام إجراءات الجواز واستخراجه فورا، مناشدة المواطنين إلى التعاون مع المصلحة لتذليل الصعوبات وتفادي أي معوقات. أعلن المجلس البلدي صبراتة استئناف الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية في مدينة صبراتة مجددا بعد توقف دام لمدة 2 أسبوع بسبب الأحداث الأمنية الأخيرة والتي شهدتها المدينة. وقال مدير شؤون التربية والتعليم بصبراتة محمد الدباشي في تصريحات صحفية الأحد أن الأعلان عن عودة الدراسة جاء بعد التنسيق مع المجلس البلدي وفرقة العمليات الميدانية. وأضاف الدباشي بأن المدارس شهدت عودة جزئية لطالبات التعليم الأساسي بشقيها الابتدائي والإعدادي. هذا ويشار إلى أن مدينة صبراتة شهدت منذ 2 أسبوع اشتباكات مسلحة بين سرايا الثوار ومجموعات ما يعرف بتنظيم الدولة. احتضنت كلية الآداب بمدينة غريان ندوة تثقيفية حول أطفال التوحد، وتهدف هذه الندوة التي أقيمت تحت شعار أطفال التوحد أطفالنا إلى توعية وإرشاد المجتمع وأهالي أطفال مرضى التوحد إلى كيفية التعامل مع هذه الفئة من الأطفال. وقدمت ضمن برامج هذه الندوة محاضرات تناولت بالخصوص التعريف بمرض التوحد وأسبابه وكيفية التعامل مع أطفال مرض التوحد. هذا وحضر الندوة عميد بلدية غريان وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجبل الغربي وعدد من طلبة وطالبات الكلية. عقد صباح السبت بمقر المجلس البلدي غريان اجتماع بين لجنة دعم الشباب بحكومة الإنقاذ الوطني وعميد بلدية غريان لبحث آلية استثمار أملاك الدولة داخل نطاق البلدية لتمكين الشباب من الاستفادة منها في إنشاء العديد من المشاريع السكنية والترفيهية والسياحية. وتطرق المجتمعون إلى ضرورة وجود ميزانية لدعم الشباب في مجال إنشاء المشاريع الصغرى خاصة الصناعية والزراعية منها، وبحث إمكانية تمويلها من المصارف التجارية، وإعداد مقترح بتوزيع مئات الهكتارات من الأراضي على الشباب وبأثمان رمزية. أقام جامعة سبها ندوة علمية بعنوان واقع التعليم وسبل تطويره في ليبيا وتحت شعار نحو تعليم أفضل بإشراف تجمع معلمي الجنوب وبالتعاون مع كلية الأداب جامعة سبها. وتضمن اللقاء عدة أوراق بحثية تطرقت إلى واقع التعليم وكيفية إيجاد حلول للمعوقات التي تعيق عملية التعليم. وانتهت الندوة إلى عدد من التوصيات، منها العمل على تعزيز دور الأخصائي الاجتماعي في المجال المدرسي لما له من أهمية عن طريق أعداد ورش العمل والندوات والمؤتمرات الخاصة بذلك، ومنح الفرص لقبول الطلبات في شعبة الخدمة الاجتماعية بالجامعة، والعمل على استحداث فرص الدراسات العليا بالجامعة في مجال الخدمة الاجتماعية. يعاني مركز سبا الطبي من نقص حاد في أدوية التخدير وبعض أدوية الأمراض المزمنة. ونشد العاملون بالمركز المسؤولين بالقطاع الصحي بتحمل مسؤولياتهم تجاه المرضى وتوفير أدوية التخدير والأدوية اللازمة للمرضى في أسرع وقت ممكن تجنبا لتردي وضعهم الصحي.
هذا ويشهد القطاع الصحي في ليبيا عموما نقصا متواصلا في عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية منذ الربع الأول من العام الماضي، كما يعاني القطاع من نقص في الكوادر الطبية والتمريضية إثر مغادرة أغلب الأطقم الطبية الأجنبية للبلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وإلى أخبارنا العربية، حيث استشهد 3 مواطنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين بحجة تنفيذهم عمليتي إطلاق نار ودهس قرب مستوطنة كريات 4 في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وفق ما ذكرته إحدى قنوات تلفزيون دولة الاحتلال. وذكرت وسائل أعلام عبرية إصابة جندي من قوات الاحتلال بجروح طفيفة. وقال شهود عيان إن هذه القوات أغلقت مداخل بلدات بيت أمر وبني نعيم والبقعة القريبة وأعلنتها مناطق عسكرية مغلقة. تحطمت مقاتلة إماراتية فجر الاثنين نتيجة عطل فني أثناء مشاركتها في العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في اليمن، وأدى سقوط الطائرة إلى مقتل طيارها، بينما تجدد الاشتباكات بين قوات من الجيش اليمني والأمن وبين مسلحين يرجح انتماؤهم إلى ما يسمى بتنظيم القاعدة في مدينة المنصورة بمحافظة عدن جنوبي البلاد. هذا وكان مسؤول يمني قد أكد في وقت سابق الاثنين أن مقاتلة إماراتية مشاركة في عمليات التحالف قد تحطمت في مدينة عدن بجنوب البلاد وإن مصير الطيار ومساعده مجهول. استمر تراجع أسعار الذهب منذ بعد ظهر الجمعة حتى اليوم، ليصل الذهب خلال اليوم حتى مستوى 1242.70 دولار للأوقية بعدما وصل الجمعة إلى ما فوق مستوى 1280 دولار. ويأتي هذا التراجع الحاد وسط تعزيز قوة الدولار الأمريكي الذي يحقق اليوم مكاسب ملحوظة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني. التحاليل الصادرة من الخبراء أشارت إلى أن الذهب يترقب قرار أسعار الفائدة وتلميحات البنك الفيدرالي الأمريكي التي ستصدر الأربعاء في حال أي تلميح إلى رفع أسعار الفائدة الأمريكية، سيجعل الذهب يزيد من خسائره والتي قد تمتد نحو مستوى 1237 دولار. وقبل أن ننتقل بكم إلى الجزء الثاني من 52، نذكركم بأبرز ما جاء في الجزء الأول. قتل في صفوف قوات مجرم الحرب خليفة حفتر، من بينهم أمير كتيبة 304 في اشتباكات بالمحور الغربي في بنغازي. رابطة أهالي مدينة بنغازي المهاجرين تدعو الأمم المتحدة إلى ضرورة فتح ممرات آمنة للعالقين في المدينة، وتدعو المؤتمر وحكومة الإنقاذ إلى تحمل مسؤولياتها. الحكم ببراءة رجلي الأعمال الليبيين معاذ الهاشمي وعادل ناصف في محكمة أمن الدولة الإماراتية بعد تأجيل للجلسة لأكثر من مرة. كتيبة حماية مطار معتيقة بالعاصمة طرابلس تسلم مضبوطات لمصرف ليبيا المركزي كوديعة.